السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، إخواني وأحبابي في الله، أخواتنا الفاضلات الكريمات، ربنا يبارك فيكم وربنا يحفظكم وربنا يمتعنا بالنظر لوجهه الكريم. يا رب، كيف ننظر لوجه الله؟ خطط لمستقبلك، خطط لمستقبلك والأعظم مستقبل في حياتك، لأعظم لحظة في الوجود كله، لأسعد لحظة في الحياة كلها، للحظة نظرك لوجه الله سبحانه وتعالى. لسه بنكمل مع بعض في الحلقة دهية رحلة النظر لوجه الله، بعد ما اتكلمنا الحلقة اللي فاتت المحطة الأولى، وانت من ايديه في الصلاة لا شايفة ولا سمعة ولك انت في القاء حقيقي معاه. المرحلة الثانية عند الموت والملائكة بتجهزك انك لأول مرة هتسمعي مولاك وهو بيقول صدقت أمتي فاكتبوا كتابها في عليين. سمعتي ولكن ما شفتيش اللقاء الثالث في العرض على الله وهو بيدني عليك كنفه وبيبشرك بالمغفرة والرضوان والرحمة، واللقاء الرابع وانت بتقول أي رب وجهك في أرض المحشر، يا رب نريد أن نرى ربنا، وربنا يكشف ساقه للمؤمنين، يعني جزء من حجاب النور الله سبحانه وتعالى في هذه اللحظة. حينما يكشف ساقه للمؤمنين يزداد الحب ويزداد الشوق ويزداد اللهفة على النظر لوجه الله سبحانه وتعالى. بعد كده دخول الجنة، وعند دخول الجنة لما ربنا يقول يعني سلوني يا أهل الجنة فيحل عليهم رضوانه، ثم يقول سلوني يا أهل الجنة فيكشف لهم الحجاب فينظرون إلى وجه الله فلم يعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه الله. وقفنا عند هنا عشان الحديث اللي جاي ده يا جماعة عايز قلب كبير قوي. الحديث اللي جاي ده عايز قلب يقدر يحلق فوق ويسجد تحت عرش الله. الحديث اللي جاي ده عايز انسان قلبه موصول بالله سبحانه وتعالى. الحديث اللي جاي ده عايز كل ذره في قلبك معايا. اقفل الموبايل بتاعك، خلي كل حته فيكي اذن بتسمع كلام سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام، كلام سيدنا جبريل، لان سيدنا محمد قال قال جبريل. حديث صحيح، صحيح الترغيب والترهيب، صحيح عن النبي عليه الصلاه والسلام. ركز بقى، والنبي عليه الصلاه والسلام بيقول ان الله اتخذ في الجنه واديا، ان الله اتخذ في الجنه واديا افيح، يعني عطوره غير عطور الجنه كلها، من مسك ابيض، الوادي كله من مسك ابيض. مسك الجنه ده يا ترى شكله ايه؟ والوادي ده يعني ده وادي معمول للقاء معين، وهو لقاء الله باهل الجنه مره كل اسبوع ويوم الجمعة اللي هو يوم المزيد. فإذا كان يوم الجمعة نزل تبارك وتعالى من عليين على كرسي، ثم حف الكرسي بمنابر من نور فيجلس عليها النبيون، ثم حفت المنابر بكراسي من ذهب، يعني عروش من ذهب، فيجلس عليها الصديقون والشهداء، ثم يجلس الناس على الكثيب. منظر مهول يا اخوانا، انا عايزكم تتخيلوا المشهد معايا كده، انا عايزكم تتخيلوا اهل الجنه كلهم ملتفين، اهل الجنه كلهم مشتاقين، اهل الجنه كلهم ملتفين، اهل الجنه مستنيين تجلي الله، مستنيين لحظه كشف الحجاب حتى ينظروا الى وجه الله سبحانه وتعالى، فيتجلى لهم الله حتى ينظر اليه. كل اهل الجنه شغلوا عن كل شيء ونسوا الجنه ونعيمها وبينظروا لوجه الله سبحانه وتعالى، فيقول الله، فيقول الله هذا محل كرامتي، أنا الذي أتممت عليكم نعمتي، أنا الذي صدقتكم وعدي، سلوني يا أهل الجنة. يا رب، هو بعد كل اللي اديته لنا ده يا رب، احنا لسه عايزين حاجة؟ هو بعد كل النعيم المهول اللي انت اديته لنا ده يا رب، احنا لسه بنفكر في حاجة؟ سلوني يا أهل الجنة فيقولون، أهل الجنة كلهم يقولوا رضاك يا رب، ارضى عنا يا رب. فيقول الله رضائي أحلكم
كرامتي وانا لكم كرامتي رضائي. خلاص امال انتوا جيتوا احللتم داري ونلتم كرامتي بايه؟ سالوني يا اهل الجنه انا راضي عنكم خلاص. فيسالون اللي في سوق الجمعه المره اللي قبلها شاف يخت عند واحد من اهل الفردوس الاعلى ما هوش عنده، واللي اتقابل مع واحد من جنه الريان فشاف عنده نوع نعيم مش عنده، واهل الجنه وما بيتزوروا مع بعض كل واحد شاف عند التاني نعيم ما هوش عنده، فيبداوا يا رب انا عايز يخت زي اليخت بتاع الفردوس الاعلى بتاع فلان، يا رب انا عايز قصر معلق في السماء زي فلان، يا رب انا عايز، انا يا رب عايز. كل واحد عايز يسال يسال يسال، فيسالون حتى تنقطع الرغبة لحد ما عادوش لاقين حاجة يسألوها. فحينئذ يفتح لهم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يعني ايه الكلمة دي؟ لما كنا بنسمعها في الدنيا كان معناها ما لا عين رأت، يعني انا في الدنيا ايه اللي انا شفته في ايه الدنيا دي؟ فما لا عين رأت في الدنيا معناها ان الجنة ما حدش شاف حاجة زيها في الدنيا. طب ماشي، انما ان جوه الجنة كل يوم جمعة ربنا يخلي الجنة لأهل الجنة كلها نيو لوك، ربنا يخلق لهم اصناف من النعيم يتمتعوا بها اهل الجنه نفسهم ما خطرتش على بالهم في لحظه من اللحظات. قدره الله المذهله على خلق اصناف جديده من النعيم كل جمعه تخلي الجنه كلها نيولوك، الجنه كلها بتتجدد كل يوم جمعه. فحينئذ يفتح لهم ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر حتى مقدار منصرف الناس يوم الجمعه. لا يعني ده في نفس وقت خطبة الجمعة، اللي ما بيصليش الجمعة اللي ترك الصلاة هيعمل ايه ساعتها؟ هيبقى في المكان ده ولا فيش في المكان ده ساعتها؟ ثم يصعد الرب تبارك وتعالى على كرسيه ويصعد معه النبي الصديقون والشهداء ويعود اهل الغرف الى غرفهم. شوفي بقى النبي عليه الصلاة والسلام بيوصف الغرف المهولة بتاعت الفردوس الاعلى وصف شكله ايه؟ درة بيضاء او زبرجدة خضراء او ياقوتة حمراء. يعني القصر كله من لؤلؤة بيضة او من زبرجدة خضراء او من ياقوتة حمراء، القصر كله النبي بيقول ابوابها وغرفها، يعني حتى الابواب والغرف كلها منحوتة، القصر منحوت من جوه، جوه ياقوتة حمراء، يعني منظر التنوع المذهل في الوان واشكال واصناف الجنة. مفيش دين في البشرية باقي الى الان اي اثار للكلام بتاعه اتكلم يا جماعة عن الجنة كلام زي ده. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ثم يعود اهل الغرف الى غرفهم. سمع بقلبك معايا، سمع بقلبك معايا، ثم يرجع اهل الغرف الى غرفهم درة بيضاء او زبرجدة خضراء او ياقوتة حمراء. متخيل المنظر المذهل؟ منها ابوابها وغرفها، يعني منحوتة، يعني كل الابواب والصلاة والهولز والبلكونات منحوتة جوه الجوهرة دهيت، يعني القصر بتاعه جوهرة كريمة. منها ابوابها وغرفها متدلية فيها ثمارها. يا رب انا ما سمعت الكلمة دي عقلي كنيتوه، هو يا رب في شجر ممكن ينبت في ارض لؤلؤ؟ هو يا رب في نخيل ممكن ينبت في ارض من زبرجد او ارض من ياقوت؟ ايه المعجزات دي؟ والساق بتاعت النخل كمان ذهب، يعني المنظر يطير العقل يا جماعه، تخيل المنظر. فمنها ابوابها وغرفها متدليه فيها ثمارها مضطرده فيها انهارها. الانهار بتجري في هذه القصور وهذه الغرف، فيها ازواجها وخدمها. فليس إلى شيء في الجنة أحوج منهم إلى، لو أنا وقفت هنا هتقولي إيه؟ إلى هذه الغرف طبعا، إلى هذه القصور الرهيبة طبعا. يعني بعد ما سابوا النظر لوجه الله رجعوا، النبي بيوصف النعيم المذهل اللي لما سابوا النظر لوجه الله رجعوا له، رجع النعيم يطير العقل ويذهل القلب. فالنبي بيقول بعد ما وصف النعيم المبهر ده بيقول فليسوا الى شيء احوج منهم الى يوم الجمعة. قاعدين وسط النعيم ده كله وقلبهم مخطوف ليوم الجمعة، وقلبهم ملهوف على الجمعة اللي بعدها،
فليسوا إلى شيء أحوج منهم يوم الجمعة ليزدادوا كرامة وليزدادوا نظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. ولذلك سمي يوم المزيد. إيه رأيكم يا جماعة في هذا الكلام اللي النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لنا فيه هنشوف ربنا؟ على فكرة يا أخوانا مش كل أهل الجنة يشوفوا ربنا زي بعض، يعني في ناس بتشوف ربنا سبحانه وتعالى في البداية خالص من يوم القيامة. يحشر المتقون يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. في ناس بتشوف ربنا من يوم القيامة. النبي عليه الصلاة والسلام يرى الله من يوم القيامة ويخر جمعة. أهل الجنة عموم أهل الجنة بيشوفوا ربنا مرة في الأسبوع كل جمعة بس، إنما في درجات السابقين في الجنة يروا الله كل يوم بكرة وعشية، يعني يروا الله كل يوم في الجنة مرتين، يعني سبحان الله العظيم. وفي أثار يا إخواني على ما هو أعلى من هذا، على ما على أن هناك من عباد الله من أباح لهم الله النظر إلى وجه الكريم متى شاءوا متى شاءوا. يعني الموضوع كبير يا إخواننا، هم درجات عند الله، أعظم نعيم في الوجود. الناس في درجات زي أي حاجة في الجنة، زي أي نعيم في الجنة درجات. النظر لوجه الله درجات. يا ترى أنت هتبقى في أنهي درجة؟ النظر لوجه الله ده حاجة خطيرة قوي، ده حاجة بتملى القلب شوق لربنا، حاجة بتملى القلب فرح بربنا، حاجة بتملى القلب لهفة على النظر لوجه ربنا سبحانه وتعالى. أنت عارف عشان كده النظر لوجه الله ذكر في القرآن 4 مرات. ال4 مرات لما نيجي نتدبر فيهم يا جماعة نلاقي آيات يا أخوانا، نلاقي آيات في الأوقات اللي ربنا رغب المؤمنين فيها في النظر لوجه الله. المرة الأولانية في سورة القمر. سورة القمر نازلة في حدود فترة شعب أبي طالب، والصحابة كانوا ممكن يأكلوا جلد البعير، وأحد الصحابة بيقول وجدت شيئا رطبا في الأرض فوضعته في فمي وإلى اليوم لا أدري ما هو. اللي كان المشركين ممنوع يبيعوا حتى مية للصحابة، اللي كان أبناء الصحابة بيموتوا من الجوع والعطش قدام عينيهم أشد من حصار غزة يا أخوانا. شعب أبي طالب اللي كان، اللي خديجة بنت خويلد ماتت بعد 3 أيام من انتهاء شعب أبي طالب، قال العلماء متأثرة بالمجاعة اللي في شعب أبي طالب، اللي الصحابة قالوا ان تقرحت شفاههم من أكل ورق الشجر في شعب أبي طالب. في وسط الجو الرهيب ده والتهديد الرهيب ده، الصحابة عايزين حاجة تصبرهم، عايزين حاجة تثبتهم. ربنا ثبتهم بآية في سورة القمر، عارفين هي إيه؟ آخر آية، إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. قالك الآية دي هي الحديث اللي أنا قاعد أشرح فيه من أول الحلقة ده، إن ربنا قال لهم اصبروا عشان في يوم من الأيام تشوفوني، عشان في يوم من الأيام تنظروا الوجه. يعني ربنا صبر الصحابة على هذه المرحلة الرهيبة بالنظر لوجه الله. المرة الثانية في سورة القيامة، سورة النفس اللوامة، سورة ولا أقسم بالنفس اللوامة، سورة اللي عايز، عايز ربنا وعايز يتوب بس مش قادر. يا رب مش قادر أسيب المعاصي، مش قادر أسيب الكبائر، مش قادر أسيب معاصي السر، مش قادر على نفسي يا رب، مش قادر يا رب ان انا اقطع العلاقات المحرمة اللي في حياتي، مش قادر اسيب المال الحرام اللي انا باكله، مش قادر يا رب، مش قادر. انا يا رب بلوم نفسي بس مش قادر، كل ما ببعد عن الذنب واقول توبت اليك برجع له تاني، مش قادر. اعمل ايه؟ اصبر ازاي؟ اثبت ازاي؟ انتقل من النفس اللوامة للنفس المطمئنة ازاي يا رب؟ قال تعالى في سورة القيامة وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة. ربنا بيطمحهم، عايزين تثبتوا، افتكروا يوم ما هتنظروا في وجهي، عايزين تستبيعوا كل حاجة، عايزين معنى في قلوبكم يخليكم تضحوا بكل حاجة، يخليكم تقفوا قدام كل معصية. افتكروا لحظة ما اكشف الحجاب وهتنظروا الوجه الى ربها، يعني مش قادرين يبصوا لأي حاجة تانية خالص. النظر ناظرة اي تقليب البصر مع الانبهار والذهول، وما عادين يقلبوا بصرهم في سبحات وجه الله سبحانه وتعالى من جمال وجه الله وجلال وجه الله سبحانه وتعالى. يبقى ربنا لما عالج اصعب قضية في حياتنا، قضية النفس اللوامة اللي كلنا فيها، عشان تنتقل للنفس المطمئنة عيش بقلبك مع النظر لوجه الله. المرة الثالثة اللي ذكر فيها النظر لوجه الله في القرآن في سورة قاف، قال تعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. المزيد اللي احنا قلناه في الحديث اللي فات يوم الجمعة اللي دعا يوم المزيد،
سورة قاف نازلة في عام الحزن، نازلة في السنة اللي مات فيها أبو طالب، في السنة اللي ماتت فيها خديجة، في السنة اللي النبي عليه الصلاة والسلام اتعرض لمحاولة القتل في صحن الكعبة، في السنة اللي النبي عليه الصلاة والسلام اترمى عليه سلك جزور فيها، في السنة اللي النبي عليه الصلاة والسلام اتهدد بالقتل فيها، في السنة النبي عليه الصلاة والسلام في هذا العام وجد أحزان ما شافهاش طول عمره كله. في العام ده ربنا بيصبرنا كلنا بإيه؟ بالنظر لوجه الله سبحانه وتعالى. المرة الرابعة اللي ذكر فيها النظر لوجه الله في القرآن في سورة يونس، في قول الله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الزيادة هي النظر لوجه الله سبحانه وتعالى. سورة يونس دي نازلة قبل الهجرة، نازلة في آخر مكة، نازلة في فترة الشلل، في الفترة اللي ما عادش حد بيدخل في الإسلام نهائي، اللي صورة النبي والصحابة تشوهت تماما قدام قدام الرأي العام، اللي ما عادش حد راضي يقبل إنه يقف مع الصحابة أصلا في المرحلة الرهيبة دي. ربنا قال لهم اصبروا، مش اصبروا المدينة المنورة هتفتح، اصبروا عشان تنظروا الوجه في يوم من الأيام. شفت ربنا رغبنا ازاي للصبر على الاهوال، انك انت تضحي بعمرك عشان تنظر الوجه الله في يوم من الايام، ان انت تضحي بحياتك عشان في يوم من الايام تبص لربنا بعنيك، تسمعي ربنا بودانك، تكلم ربنا وربنا يكلمك. اصل النظر لوجه الله يا اخواني، اوعوا تفتكروا ان لقاء ربنا ده معناه انك انت تبص وبس، ده حاجات كتير قوي 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 قوي. النظر لوجه الله المتعه بتاع لقاء الله، المتعه بتاعته اول متعه النظر لوجه الله اللي احنا بنتكلم فيها من ساعتها. المتعة التانية كلام الله وسماع الله وهو يكلمك، وتقولي ويرد الملك عليك ويخاطبك باسمك ويناديك باسمك. انت متخيل المتعة المهولة وانت بتتكلم مع ربنا سبحانه وتعالى. المتعة التالتة ان يحييك الله تحيتهم يوم يلقونه سلام، لما يقولك ده رئيس الجمهورية اتصل بي وكلمني بنفسه ويسلم علي بنفسه يا جماعة. ده شهادة التقدير اللي اداها لي هو اللي مضى عليها، مش السكرتير بتاعه ده بخط ايديه، ده مد ايده وسلم علي. تحياتهم يوم يلقونه سلام، سلام قولا من رب الرحيم. يعني ايه سلام قولا؟ هيكلمك هيسلم عليك هيحييك. انت متخيل المعنى المقول ايه؟ تاني في متع لقاء الله سبحانه وتعالى، متع لقاء الله ان ينظر الله اليك، ان مش انت اللي تنظر لله بس، وربنا ينظر اليك. ده بنت حاتم الاصم لما الامير رمى كيس الذهب في بيتهم وكان ابوها بيحج وهم مش لاقين ياكلهم، البيت كله فرح، البنت بكت، امها قالت لها يا بني تبكي وقد اغنانا الله، قالت لها يا امي هذه نظره نظرها لنا عبد، بقينا اغنيه، لما امير بص لنا بصه عطف، فكيف لو نظر لنا الله. عشان كده ربنا رهب العاصين يوم القيامة لا ينظر إليهم، مش لا ينظرون إليه، لا ينظر إليهم، لأن نظرة واحدة تغير حياتك وحياتك. متع النظر لوجه الله، متع لقاء الله سبحانه وتعالى. موضوع عظيم قوي، موضوع كبير قوي، موضوع يملى القلب بالإحساس بالنعيم من واحنا في الدنيا. عرفتوا ليه عبد الله بن جحش ضحى بحياته عشان ينظر لوجه الله؟ عرفت ليه الإمام الشافعي قال لو علمت أني لا أرى ربي ما عبدت ما كنتش وصلت الليل بالنهار؟ مش قصده يعني ما أسلم وما عبد، قصده ما كانش وصل الليل بالنهار، ما كانش لقى الدافع المهول للعبادة بالمنظر ده. عرفت ليه الصالحين ضحوا بدمهم عشان ينظروا لوجه الله؟ عرفت ليه إن في ناس ضحت بحياتها عشان لحظة لقاء ربنا سبحانه وتعالى؟ عرفت ليه كان ممكن أحد السلف يخشى عليه لما زوجته تقول له فكيف إذا أقبل الله عليك بوجهه وهو يضحك؟ دغيم رحمه الله لما أمه بتكلمه عن ربنا فبكى، فقالت له يا دغيم أكلما حدثك أحد عن الله بكيت؟ فكيف إذا أقبل الله عليك بوجهه وهو يضحك؟ وده من نعيم يا أخوانا لقاء الله، إن ربنا يضحك لك، إن ربنا يضحك في وشك، إن ربنا زي ما قال الأعرابي للنبي عليه الصلاة والسلام لا نعدم خيرا من رب يضحك. تخيلي إن الود بيوصل من ربنا للدرجة دي، تخيل إن ود ربنا وحب ربنا وحفاوة ربنا توصل للدرجة دي، إن ربنا يقبل عليك بوجه يضحك. دغيم لما سمع الكلمة ديت
مغشي عليه، خر مغشيا عليه هو يتخيل اللحظة اللي ربنا هينظر له فيها، واللي ربنا هيكلمه فيها، واللي ربنا هيحيي فيها، واللي ربنا هيكشف الحجاب فيخليه ينظر إلى الله فيها، واللي ربنا سبحانه وتعالى تنزه عن الشبيه والمثيل سبحانه وتعالى واللي ربنا سبحانه وتعالى هيضحك الى وجهي فيها. عيشوا بقلبكم مع المعنى العظيم ده يا جماعة. في ناس عاشت حياتها مستنية اللحظة اللي تنظر لوجه الله سبحانه وتعالى فيها. سيدة عائشة بتقول للصحابة حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالوا لها: يا أم المؤمنين، يعني ناس بتكره الموت؟ قالت لهم: ليس ذاك، ولكن اسمع، ولكن إذا شخص البصر، لما الواحد خلاص هنتبرق ساعة خروج الروح، ولكن إذا شخص البصر وحشرج الصدر وخلاص صوت خروج الروح من الصدر، وتشنجت الأصابع، خلاص اللحظة اللي الإنسان بيسيب فيها الحياة آخر لحظات الاحتضار، وتشنجت الأصابع واقشعر الجلد، فحينئذ من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. إزاي؟ هو في إنسان بصره شخص وصدره بيحشرج وأصابعه بتتشنج وكل اللي بيفكر فيه أراك يا رب، انظر لوجهك الكريم يا رب، وكل اللي بيفكر فيه ان انا فرحان بالموت عشان هشوفك يا رب. عشان كده الصالحين فرحوا بالموت. ليه؟ لاني مش هشوف ربنا غير لما موت، مش هشوف الملائكة غير لما موت، مش هشوف حبيبي محمد عليه الصلاة والسلام غير لما موت، مش هدخل الجنة غير لما اموت، مش هشوف الصالحين والسابقين والانبياء غير لما موت، مش هتنعم بنعيم الاخرة غير لما موت، فلازم اموت. عشان كده سيدنا بلال عند الموت كان بيقول: وطربا وطربا. ده مش 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 فرقه موت نزلاله، ده كان فرقه بتعزف الحان ونزلاله. يعني يا اخوانا، في ناس وهي بتموت بتفكر في لقاء ربنا والنظر لوجه الله. ايه القلوب العاليه دي؟ المشهد المهول اللي زلزل القلب، مشهد سيدنا موسى، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، لما سمع كلام ربنا قلبه لهف على انه يراه، قال: رب أرني أنظر إليك، يا رب عايز أشوفك يا رب. قال: لن تراني، مش الوقت يا موسى، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. سيدنا موسى مش لما شاف ربنا، لما شاف اللي شاف ربنا. سيدنا موسى بص للجبل، يقول العلماء ان الله كشف من نوره للجبل، يعني قال لك كثقب الإبرة، فالجبل اندك وخر موسى صاعقا. سيدنا موسى اتصعق مش لما شاف ربنا، لما شاف اللي شاف ربنا، ساب الدنيا كلها عشان يشوف ربنا. شوفوا الشوق وصل لدرجة ايه، زي المؤمنين اللي يوم القيامة بعد 40,000 سنة ولا 45,000 سنة: اي رب وجهك، اي رب وجهك، يا رب سيبنا الدنيا كلها عشان نشوفك النهاردة. قضية كبيرة قوي يا جماعة، ومعنى كبير قوي. عايزين روشتة في اخر الحلقة، عايزين روشتة. مش قلنا خطط المستقبلك وخطط لمستقبلك؟ طب ابص لوجه ربنا ازاي؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان قاعد مع الصحابة والقمر بدر، النبي بص للبدر قلبه اتفجر فيه الشوق. الوقت الشباب لما بيبصوا للبدر يفتكر حبيبته، البنت لما بتبص للبدر تفتكر حبيبها اللي بتحبه. النبي اول ما بص للبدر تذكر النظر لوجه الله، فقال لأصحابه عليه الصلاة والسلام: إنكم سترون ربكم. الله أكبر، الكلمة دي لو الواحد قلبه مات لما سمعها مش كفاية يا جماعة. إنكم سترون ربكم لا تضامون في رؤيته كما ترون هذا القمر. طب يا رسول الله التمن ايه؟ شوف بقى التمن، شوف الرشاد تبع اللي في آخر الحلقة: فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس اللي هي الفجر وقبل غروبها اللي هي العصر فافعلوا. اشمعنى يا رسول الله الفجر والعصر؟ العلماء قالوا دول اشرف اشرف صلاتين بيتصلوا في الحياة كلها، اشرف عبادتين الانسان بيعبد ربنا فيهم، فبياخد بقى ايه النظر لوجه الله. ولكن يا جماعة في معنى تاني خطير جدا جدا، ان ايه اللي كان منع الناس عن صلاة العصر؟ انه شغال وتعبان، الاسباب، تحصيل الاسباب. طب وايه اللي منعه عن صلاة الفجر؟ انه سهران ليلة
انس فنام مش قادر يصحى الفجر. يبقى الشهوات، يبقى دي صلاة بيمنع عنها الاسباب ودي صلاة بيمنع عنها الشهوات. يعني كأن اللي هيحجب عن رؤية وجه الله يوم القيامة هو اللي حجب قلبه عن الله بالأسباب وبالشهوات في الدنيا. عشان كده قال تعالى كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. لما الران بتاع المعاصي حجب قلوبهم عن ربنا في الدنيا، حجبت أعينهم عن الله في الآخرة. يبقى التوصية العملية في التخطيط للنظر لوجه الله، التوصية العملية إن اوعي حاجة تحجب قلبك عن ربنا، اوعي حائل يقف بين قلبك ومن ربنا في الدنيا. زي سيدنا موسى لما قال وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن، يميل قلبي وينشغل عنك بشيء سواك يا رب. اوعى قلبك يتشغل بحاجة غيره، اوعى قلبك ينشغل برضا حد غيره، اوعى قلبك يخاف من مخلوق غيره، اوعى قلبك يطمع في مخلوق غيره، اوعى عرش قلبك يسكن عليه حب حد غيره، اوعى قلبك يحجب عن الله في الدنيا بأي شيء من الأشياء. خلوا قلبكوا كده بتاع ربنا وبس، اكتبي على قلبك وقف لله تعالى، لا بتاعك انت بس يا رب، خالص مخلص ليك. اللهم متعنا بالنظر الى وجهك الكريم، اللهم متعنا بالنظر الى وجهك الكريم، اللهم اجعلنا ممن يرونك في الجنة كل يوم بكرة وعشية يا رب، واكثر من هذا يا رب، وأعظم من هذا يا رب. إن كنت قد كتبت لعبد من عبادك في الجنة أن يراك أكثر من هذا يا رب، اللهم متعنا بصحبة نبيك في الفردوس الأعلى يا رب. ارضى عنا يا رب، ارضى عنا يا رب، ارضى عنا يا رب برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير.